لا يحاولون فقط إزالة تشوهات باتت تغطي أغلب شوارع مدينتهم، بل يعززون قيما ويعالجون قضايا. هنا في شارع الجزائر بالعاصمة صنعاء عادت حملة كتاب مفتوح التي سبق ودشنها مجموعة من الفنانين الشباب قبل أكثر من عامين. نشروا من خلالها مقولات كتاب بهدف التشجيع على القراءة. الطفولة والسلام عنوان اختاروه لحملتهم وبالريشة لونوه، يقتبسون مقولات ويعززونها برسوماتهم لتشكل لوحة تختصر الكثير. أهداف نبيلة ووسائل مبتكرة لشباب يحاولون إحياء مظاهر مدنية اختفت في بلد يعيش الحرب منذ ما يقارب العامين.